إذن مستمرين معكم مشاهدينا في العالم هذا الصباح، ومجهودات كبيرة تقوم بها مختلف قطاعات الدولة خصوصا من البلدية وأيضا وزارة الكهرباء والماء وأيضا وزارة الداخلية في سبيل حفظ الأمن بالبلاد عبر محاولة القضاء على ظاهرة سكن العزاب مها. طبعا رح نتطرق أكثر لهذه المجهودات. رح نستضيف معكم اليوم في الاستوديو الأستاذ أحمد الشمري نائب رئيس فريق الضبطية القضائية وعضو لجنة العزاب من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. أستاذ أحمد اهلا وسهلا فيك في العالم هذا الصباح، نورنا. حياكم الله. اهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نتكلم بالبدايه عن الضبطيه القضائيه او عمل هذا الفريق، كيف يقومون به وما هي الصلاحيات اللي بموجبهم؟ فريق الضبطيه القضائيه كغيره من الفرق الميدانيه في عموم الجهات والهيئات الحكوميه هي فرق ميدانيه تشكلت لرصد التعديات والمخالفات، كل جهه حكوميه او هيئه حكوميه وفق قوانينها وقراراتها المنظمة الخاصة في هذا الفريق. يقوم الفريق من خلال السنوات الماضية برصد التعديات على شبكة الكهرباء والمياه وفق القانون، طبعا نفس ما قلنا في قوانين هي من تنظم عمل الفريق، القانون 48/2005 وأيضا ملحق فيه القرار الوزاري 61 لسنة 2018 الخاص بهدر المياه وهدر الطاقة الكهربائية والإسراف. الفريق لله الحمد تمكن خلال السنوات الماضية من الحد من الكثير من المخالفات الجسيمة اللي كنا نعتبرها تعديات جسيمة ومخالفات جسيمة، مثل سرقة التيار الكهربائي، التعديات على شبكة الكهرباء بشكل خطر ومخالف. فلله الحمد تمكن الفريق خلال السنوات الماضية من ضبط العديد من تلك المخالفات والحد منها بما نسبته 90% نجاح الحمد لله. نعم. إذن أستاذ أحمد بشكل سريع، فريق الضبطية القضائية تدرج في الإنذار، يعني مثلا لو رحتوا الموقع وشفتوا في هناك مخالفة واضحة للقانون، شلون تتدرجون معاه لحين وصول إلى أقصى عقوبة؟ الفريق لديه قرار وزاري رقم 121 لسنة 2017، هذا القرار يجيز لفريق الضبطية القضائية بقطع التيار الكهربائي سواء في حال طبعا عندنا تعديات جسيمة لا تستدعي توجيه إنذار ولا تستدعي توجيه ملصق، فهي تعديات نسميها جسيمة نفس السرقات أو التعديات على الشبكة، نفس مثل ما أقول الجرائم اللي هي تعتبر الدرجة الأولى فيما يتعلق بالمخالفات. فما هذا تنتظر هذا قطع مباشر، وذلك حفاظا على سلامة الشبكة وسلامة وأرواح الناس. أحيانا نجد هناك تعديات داخل تلك العقارات تشكل خطر على سلامة الشبكة واستمرارها غير مقبول، لذا يتم قطع التيار الكهربائي. هناك مخالفات يتم توجيه إنذارات ملصقات مثل ما ذكرنا قبل شوي القرار الوزاري 61 سنة 2017، وهو يخص موضوع أو عفوا القرار الوزاري 81 سنة 2018 يخص الهدر والإسراف. يعني هذا ممكن لما أشوف لي شخص ماسك هوز قاعد يغسل أسفلت الواجهات من غير مرشدات، ظاهر أشوفها دائما صراحة. أي بس خفت لله الحمد، يعني أنا أكد لك أنها خفت بالفعل. كلامك هذا لو تكلمني قبل 10 سنوات قبل نزول الفريق كانت أكو بارك بعض المناطق من صح. يعني الكل ما كان عنده ذاك الاهتمام والاستخدام الأمثل المياه، فيتم توجيه النصح والإرشاد، يتم توجيه ملصقات نصيحة ننصحهم، استجابوا كان بها، ما استجابوا يتم تنفيذ محضر في المرة المقبلة يترتب عليه إجراءات ثانية. طيب راح أعود لموضوع سكن العزاب و دور المواطن في مثل هذه المعاناة. احنا يمكن تكلمنا على طول عن العقوبات، طيب كيف نصل الى خبر او نصل الى المعلومه نفسها من المصادر؟ هل يتم التبليغ عنهم من قبل المواطنين؟ هل تتم حملات تفتيشيه؟ هل ممكن الطرفين انهم يتعاونون؟ شلون ممكن احنا نصل الى هذه الاماكن؟ وشلون ممكن احنا نقدر نقول نساهم، خصوصا اذا ما كانت معروفه المنطقه بمثل هذه الظاهره؟ لجنه التصدي لظاهره العزاب هي بال 2019 قبل جائحة كورونا أعتقد بشهور قليلة كانت تشكلت اللجنة من عدة جهات حكومية، وكانت هذه أول لجنة تقوم بعملها المناط به بخصوص التصدي لظاهرة العزاب اللي باتت منتشرة السنوات الماضية. هي طبعا في قانون
في مرسوم بقانون خاص في الأخوة في بلدية الكويت، وعلى أساسه تم إنشاء هذه اللجنة بال 2019 من عدة جهات حكومية، كل جهة حكومية تقوم بدورها. على سبيل المثال وزارة الكهرباء والماء ممثل بفريق الضبطية القضائية وشبكات التوزيع، نقوم برصد التعديات مع هذه اللجان، فتكون حملاتنا منظمة وفق جدول وأيام محددة فيما بين المحافظات على مدار الأسبوع. الموضوع الآخر، يوجد هناك بلاغات خط ساخن مثلا، نعم نعم، عند إخواننا في بلدي الكويت هناك خط ساخن يتكلم، يعني يستقبل الشكاوي والملاحظات فيما يتعلق بوجود سكن العزاب. هني تطلع الفرق الميدانية بشكل جماعي كجهات حكومية مشاركة في هذه اللجنة، وأيضا إلى جانب متابعة الشكاوي بشكل دائم، وفي حال وجود العزاب وتحقق العزاب يتم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء بكتاب رسمي بقطع التيار الكهربائي لوجود عزاب. هل يتم أخذ جميع البلاغات بجدية أم أن هناك، يعني شلون تعرفون إذا هذا؟ أكيد أكيد أكيد، وطبعا هذا إذا كان البلاغ بلاغ كاذب مثلا، هو هل يتم عقوبة معاقبة الشخص؟ لا، الكلام هذا صحيح، يعني دائما ما تواجهنا هذه الملاحظات يقول لك وصل بلاغ حق البلدية. احنا طبعا البلدية هم الأجدر بالرد مني، لكن كوني ان شاء الله مون عليهم وما في احد يمثلهم. الإخوان في البلدية بعد تلقي البلاغات يقومون بالتحقق عن طريق المفتشين، بعد ذلك في مرحلة اخرى مخاطبة الجهات المعنية في لجنة التصدي لظاهرة العزاب من التحقق، هل يوجد عزاب ولا لا؟ يعني مو فقط اجراءات اخوان المفتشين البلديه، الداخليه لها دور في هذا الجانب بالتاكيد في وجود العزاب ام عدم وجود العزاب. تعاون جهات البلدية. نعم، هي 6 جهات حكوميه تقريبا، يعني متعاونين جدا في هذا الجانب. نوجه التحيه لجميع الاخوان المشاركين في الجهات. بعد ذلك المرحله النهائيه، لو قلنا طلع الكتاب القطع الى وزاره الكهرباء والماء، راح تطلع معانا فرق ميدانية، خلصنا من الكتاب والتحريات إن في عزاب، اتضح في خطأ ما، الفرق الميدانية ممكن نكون هناك أمام العقار، نجد أن خلال الفترة من مخاطبة الجهات الحكومية تأخذ لها وقت، يعني أسبوعين شهر، قد يكون أخلى هذا العقار من العزاب. فهني التقدير نفس ما تفضلت قبل شوي، التقدير يكون الفرق الميدانية ولا يتم الاستعجال بالقطع إلا بعد التيقن والتحقق من وجود العزاب. ما شاء الله، جهود كبيرة تقومون فيها خصوصا في هذه اللجنة ومشاركة مؤسسات الدولة المعنية في هذا الجانب، وأيضا التريث والتحقق في هذا الجانب أمر جيد بالتأكيد. لكن بنعرف أمثلة وأيضا أكثر المناطق اللي تم فيها رصد المتجاوزين أو يعني سكن العزاب في مناطق الكويت ومحافظاتها كاملة. الجدول يشمل جميع محافظات الكويت. نعم. الجدول في عندنا طبعا محافظات يكون فيها الشغل والمجهود مضاعف أكثر المناطق، يعني عندك محافظات، عندك المحافظات الفروانية بالدرجة الأولى، الجهرة، الأحمدي، ومع ذلك الإخوان في لجنة التصدي لظاهرة العزاب في تلك المحافظات يقومون بمجهود جدا كبير. تخيل خلال فترة، احنا نتكلم على فترة خلال أقل من 2.5 شهر منذ تشكيل اللجنة 2019، تشكيل اللجنة الأولى تغيرت في أكثر من مرة، التشكيل الأخير برئاسة المهندس سعود دبوس مدير عام البلدية، نوجه له التحية في هذا الجانب، قطعت شوط جدا. أنا بالنسبة لي، لأن كنت من تأسست اللجنة 2019 أنا عضو فيها، ففي ناس ما كانوا معانا باللجنة تغيرت شخوص، ولكن الأداء والعمل بدأ يعني يتصاعد في هذه اللجنة، اختلف الوضع تماما. قوة اللجنة من خلال الحملات الميدانية والمستمرة مع الجهات الحكومية المعنية أعطت دافع قوي للفرق الميدانية لمحاولة الحد من هذه الظاهرة. بلغت حصيلة قطع التيار الكهربائي، وأنا أقولها على الهواء يمكن أول مرة، أكثر من 250 عقار خلال أكثر من 2.5 شهر تقريبا الفترة هذه. هذا العدد ما كنا كبير. ما كنا نصل إلى هذا القطع لسنوات خلال الفترات الماضية، لكن أقول لك خلال 2.5 شهر أكثر من 250 عقار. فلله الحمد إخواننا في المحافظات يقوم بمجهود كبير جدا، على الرغم من يعني وجود
تكدس كبير للعمالة في بعض المناطق، ونحاول جاهدين أن نحافظ على سلامة وطمأنينة أهلنا في السكن الخاص، وهو أطلق على السكن الخاص لسكينة من كلمة السكينة والطمأنينة. نعم إن شاء الله طبعا أكيد يعطيكم العافية على هذه الجهود الجبارة لجميع الجهات المعنية في هذا المجال. من جهودكم اللي قاعدين تشوفونها قاعدين نشوف نتائجها، لكن ايضا هناك اخطاء تواجهونها، هناك صعوبات، هناك عقبات ممكن هي تواجهكم في الوصول الى هذه الحلول. خلينا نتكلم عن هذه الاخطاء، خصوصا احنا نتكلم عن كهرباء، احنا نتكلم عن شيء يمكن كلنا احنا صغار تاثرنا فيه، ففي ناس حتى شويه يمكن لها عقده نفسيه من الكهرباء. نعم صحيح. شلون تتعاملون مع هذا الشيء؟ شنو الاخطاء اللي ممكنكم تواجهونها في تعاملكم المباشر مع الكهرباء؟ فيما يخص فريق الضبطية القضائية وقطاع شبكة التوزيع، إخوانا نوجه لهم تحية الزملاء، دائما مواقع الكهرباء غالبا ما تكون خطرة بالفعل، لهذا السبب يكون معنا احتياطات من السيفتي عند التعامل مع أو الاقتراب من المواقع اللي يوجد بها كهرباء. شنو هي الأخطار؟ يعني الفولت العالي. الفولت العالي قد تكون تمديدات داخلية مكشوفة، يعني داخلية، غير أنها مكشوفة أحمال زائدة مخالفة. يعني إحنا أحيانا أنا أتكلم عدم ممكن، أنا كنا أكثر من موقع بالجليب وبخيطان، حاشنا الصعق كهربائي، الله الحمد لله يعني عدة سليمة الله يسلمكم، لكن شنو ما كان نتيجة إن مو لابسين سيفتي أو مو متخذين إجراءات، كانت نفس الشبكة الداخلية عشوائيات، التمديدات نفسها عشوائية جدا. يعني كنا نفصل لما نجي نتعامل مع الفيوزات يضرب أمامنا سبارك شرارة نتيجة التمديدات والعشوائيات اللي هذا دائم ما نحاربها، وأنا أسميها ظاهرة العشوائيات. شلون تصير هذه الظاهرة؟ راجع، هذا راجع، هذه خطوط كهربائية راجع، يكون البيت نفسه ممدد حق عقار ملاصق له، أو العقار الثاني ساحب له تيار من هذا البيت، ف تحصل هذه الإشكاليات وأنت ما تدري. أنت أمامك شبكة تتعامل معها وفق الموقع اللي تراه، فلله الحمد يعني خلينا نقول الوطن يستحق العمل والتضحية في هذا الجانب. أيضا تواجهنا صعوبات فيما يتعلق بالضغوطات من خلال الحملات الميدانية من قبل بعض المخالفين، وأيضا بعض العزاب وكفلاء العزاب في تلك العقارات، فأنت بالنهاية قاعد تحاول تحد من هذه الظاهرة، فأنت قاعد تمس جيب ملاك عقارات العزاب أو التجار، فعلى الرغم أنه مخالف لكن ما راح يسمح لك بأي صورة كانت أنه يخلي طريقك سهل للدخول واتخاذ الإجراءات بقطع التيار الكهربائي أو حتى ضبط المخالفين. نعم. لذلك هنا تأتي الجهات الأخرى المعنية اللي تطلع معكم دائما في هذه الضبطيات القضائية، بالتأكيد ذكرنا بعض المؤسسات، نتكلم عن البلدية، نتكلم عن وزارة الداخلية، أيضا دوركم في وزارة الكهرباء والماء، هذه المؤسسات مجتمعة في حدوث مثل ما هذه المخاطر، نتكلم عنها بشكل تفصيلي أكثر من دور باقي الجهات معكم، خصوصا وزارة الداخلية بالتواجد معكم في هذه المواقع. نعم، وزارة الداخلية عضو رئيسي في هذه اللجنة، بلدية الكويت كذلك، وزارة الكهرباء كذلك، حاليا القوى العاملة، الهيئة العامة للقوى العاملة وهي مختصة أيضا في الإقامات، في ما يتعلق بالشركات، إقامة الأفراد والشركات، أيضا معنا إخواننا في الهيئة العامة للبيئة وهي لأول مرة تدخل معنا، يعني ودخولها قوي جدا، أعطى الهيئة أو لجنة التصدي لظاهرة العزاب يعني عقوبات مشددة ومغلظة، ساعدت اللجنة أكثر من السابق. دورهم اليوم معكم البيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال، أيضا أعضاء معنا باللجنة يقومون بالتحقق من عدم وجود أي وصلات غير قانونية تتعلق بتمديد الصرف الصحي الرئيسي أو ملوثات أو يعني أنقاض قد تتسبب في تلوث. غرامات الإخوان في الهيئة العامة للبيئة، نوجه لهم التحية، تصل إلى 50,000 دينار. لهذا السبب وجود الهيئة العامة للبيئة معنا ومجهودهم جدا واضح مع أخواننا في الأشغال، يقومون في هذا الدور المناط بالتحقق وفحص جميع التمديدات المخالفة. وللعلم معظم هذه العقارات يوجد بها تمديدات بيئية مخالفة.
طيب الحين احنا ذكرنا دور الهيئات المشاركه، تكلمنا الجهات المعنيه المتعاونه لاكيد الحد من هذه الظاهره، لكن ايضا احنا كمجتمع لنا دور، يعني شنو احنا نقدر نسوي دورنا؟ شنو نعطي نصيحه للساده المشاهدين علشان اذا نقدر ان احنا نقول يساهمون في العطاء من اجل هذا البلد؟ هو دور المواطنين هو الابلاغ عن اي ظواهر سلبيه، الابلاغ عن العزاب، التعاون مع الجهات الحكوميه في هذا الجانب يساعدنا كثيرا. وجدنا حالات وهي طبعا نادره جدا، نجد ان بعض الجيران يقول لك انا استحي اني ابلغ على جاري، احراجات، عندي احراج عائلي او مجتمعي في هذا الجانب، عادات وتقاليد. اساله بيني وبينه اقول له انت طيب، هل هو يعني اعطاك ذاك الاحترام لما سكن لك 200 و300 عازب عندك؟ يقول لا. طيب شنو انت اللي هو يقابلك بعدم اهتمام، عدم مبالاة بالعادات والتقاليد، مخالفة لشرع رب العالمين و مخالفة للقانون؟ وفوق ذلك انا دائما اجيب لهم النصائح، دائما استاذ انا اعطي المواطن، دائما اتعامل بالدين، اعطيه الشرع وبالقانون، تعاليم الإسلام، بعدين بالقانون. حلو. ما اقتنع بهذا يقتنع بهذا، يفترض أنه يقتنع بأحد الجوانب، لكن بالنهاية أنت قاعد تحارب متنفذين. يعني نجد أن الفترة الماضية تم ضبط أكثر من مستثمر وافد يقوم بالعبث في تلك العقارات، وهني يعني أخذني الموضوع الغرامات. حاليا الإخوان في بلدية الكويت يتشددون في موضوع وجود أي مستثمر وافد يدير أكثر من عقار، لأنه سيواجه عقوبة الإبعاد. ففعلا جهود مثل ما ذكرت كبيرة، واللي لاحظت فيه أن جهات عديدة متشعبة في هذه اللجنة لإن شاء الله إطفاء هذا العمل لشرعية أكبر، وأيضا الحفاظ على البيئة والحفاظ على يعني مناطق السكانية مثل ما ذكرت. أي نصائح حاب توجهها من ناحية الاستهلاك وأيضا من الترشيد اللي تحدثنا عنها قبل الهواء؟ رب العالمين يقول في محكم كتابه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. هذا بالنسبة لي أنا، وبالنسبة لنا كمسلمين هذه قاعدة عامة. صح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، تخيل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا نقول الدولة تتكبد مبالغ ضخمة لإنتاج المياه، احنا دولة في وسط مناخ حار، في منطقة الخليج عموم، منطقة الخليج لا توجد بحيرات، لا توجد أنهار، لا توجد أمطار موسمية عالية، فتكلفة عالية لإنتاج هذه المياه، التكلفة عالية جدا. فالدولة تحاول قدر المستطاع بكل يسر أن تصل إلى أخواننا السادة المستهلكين، سواء من مواطنين أو مقيمين على أرضنا الكويت الحبيبة. 2 فلس يكلف الدولة بالأساس، 36 فلس. تخيل الدعم الحكومي. الإنتاج المياه نفس الطريقة، محطات القوة، أخواننا الأبطال في محطات القوة أيضا لهم دور كبير جدا، والقطاعات المعنية أيضا تشغيل وصيانة المياه، وأيضا قطاع شبكات التوزيع. كل هذا الجانب مجهود كبير جدا لإخواننا العاملين في عموم القطاعات في الوزارة، فريق الضبطية القضائية، ووفق القرار 81 لسنة 2018، 61 لسنة 2018، يقوم بدوره في متابعة ورصد أي إسراف أو هدر في عموم قطاعات الدولة. نتمنى من الجميع التعاون والاستخدام الأمثل لطاقة الكهرباء والمياه، حتى نساعد ونساهم في الحفاظ والترشيد على مستوى المحافظات. نعم. المياه ما هي يعني المياه، ممكن هناك يعني ظواهر تشوفونها أمامكم، لكن الكهرباء كيف ممكن تحدون في احنا ترشيد الكهرباء؟ هو القرار الوزاري يقول الهدر والإسراف. نعم. فأعطاك كلمة تقدر تتحرك بموجبها، أو كلمة مطاطة، الهدر والإسراف. الهدر في الطاقة الكهربائية أو الإسراف في المياه. الهدر في الطاقة الكهربائية لما تجد
الساعة 12 الظهر أو الساعة 11 الظهر واحد مشغل الكشافات. صح. احنا طبعا ما نتكلم على اللمبة أو ليت، لا نتكلم عن الكشافات. صحيح. نعم. مجمعات سواء تجارية أو صناعية أو في عموم القطاعات المعنية. فهني عندك هذا يكون يعتبر هدر في الطاقة الكهربائية. صحيح. المياه نفس ما تفضلت يكون واضح بالنسبة لنا. حتى البيوت السكنية أستاذ، يعني ما نكون مثلا الناس مسافرة ومخلية ليتات البيوت أو التكييف شغال مثلاً. أو التكييف مثلا مستمر في أن يشتغل، أو مثل ما تفضلت إذا يكون نهار لكن الليتات برا بالحديقة أو شيء تكون لين حين مبطلة. في حالات بينة يرد فيها بلاغات أو شكاوي عن طريق خطوط مساخ 152-153 يتوجه الفريق للتنبيه على صاحب المنزل. ما في أحد طبعا يتم توجيه ملصق لحين عودته لو كان مسافر أو غير موجود متواجد. طبعا الفريق أيضا يقوم من خلال لجنة الترشيد، يوجد لجنة شكلت سابقا وحاليا في لجنة جديدة تتعامل مع هذا الجانب فيما يتعلق بالترشيد في المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة وأيضا في عموم المحافظات، تستهدف النصح والإرشاد فيما يتعلق بالترشيد الطاقة الكهربائية أو المياه، ولهم دور كبير جدا في هذا الجانب. مساك القوة أستاذ أحمد شمري، نائب رئيس فريق تبطية القضائية وعضو أيضا لجنة العزاب من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، جديدة. عساكم على القوة وجهود فعلا تشكرون عليها. الله يعطيكم العافية، واجبنا. شكرا. سهلا بكم. شكرا.